مريم صباح النور واهلا وسهلا بك معنا. صباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. يسعد صباحك، شكرا لحضورك. مريم، بداية وقبل حوالي 4 سنوات استطعت هزم سرطان هذا السرطان، سرطان الثدي، اخبرينا عن هذه التجربة اكثر. في سنة 2018 في شهر أكتوبر بالضبط تم تأكيد الإصابة ديالي بسرطان الثدي. بكل صدق كانت صدمة لأن ما عندناش معلومات كافية على هذا المرض، وأغلبية المعلومات اللي عندي أنه سرطان مميت وسرطان قاسي. فلهذا ما حاولت أنني نبحث أكثر عن المعلومة، التجأت للطبيب، تبعت البروتوكول العلاج ديالي، أخبرني الطبيب بأن مرض السرطان كباقي الأمراض وأن نسب الشفاء كبيرة جدا، وأن حتى العلاج يعني تطور، وحتى أعراض جانبية حتى العلاج الكيماوي تغيرت، ما بقتش حادة كما كان قبل. نعم، طيب مريم، أنت تقولين أن الدعم النفسي هو أولى الخطوات الصحيحة في رحلة العلاج المتعبة جسديا ونفسيا، من كان الدعم الأساسي لمريم خلال فترة مرضها؟ كيف ما كيعرف الجميع ان الدعم النفسي له دور كبير في جميع المجالات، يعني خصوصا في مرض السرطان. كان له واحد الاثر ايجابي، اعطاني القوه، اعطاني واحد الطاقه باش نقاوم هذا المرض، وباش تكون يعني حتى الاضرار الجانبيه تاع العلاج الكيماوي تكون خفيفه. بالنسبه للداعمين كانوا الوالدين ديالي، كان الاخوات والزوج وحتى الاطفال. هاد الاشخاص وهذا المحيط بيا كان كيمدني بواحد القوة وبواحد الطاقة إيجابية كتخليني نقاوم ونحارب هذا المرض. يعني مريم، بعد أن انتهت رحلة العلاج وانتصرت مريم على السرطان، بدأت برحلة أخرى، رحلة لزرع الأمل في نفوس النساء المريضات، كيف حصل هذا؟ أخبرينا عن ما تقومين به عبر الجمعية المغربية للمصابين بالسرطان التي أسستها. فترة العلاج ديالي كنتمنى انني نصادف امراه قويه تحكي لي على التجربه ديالها، تحكي لي على المعاناه، ولا بكل قوه بكل فخر انها هزمت السرطان. كنت دائما كنتظر هذه المراه نلقاها في المصحات ولا في الشارع، ولكن للاسف ما لقيتهاش طول فتره العلاج ديالي. فمباشره بعد ما انهيت العلاج ديالي قلت لازم نكون انا هي تلك المراه، نكون انا هي ديك المراه القويه، انا هي ديك المراه اللي نعطي امل للنساء، انا هي ديك المراه اللي نفيد النساء بالتجربه ديالي، وان نقول لهم ان السرطان بانه مرض ليس بقاتل، انه مرض كباقي الامراض، ان يمكن العلاج ديالو، ان هذا المرض يمكن ان نتغلب عليه بكل سهوله دون اي خوف، دون اي احباط، دون اي نفسيه سلبيه. وهذا هو الهدف ديالي من هذه الجمعيه. نعم، طب مريم، هذه الجمعية هل تعني بكل مرضى السرطان أم تحديدا المصابات بسرطان الثدي؟ الجمعية فتح أبوابها لجميع مرضى السرطان، نساء أو رجال. ممتاز. طيب مريم، انخراطك في العمل المدني لا يقتصر على شهر التوعية، هذا ما ذكرناه في مقدمة مقابلتنا لليوم. أخبرينا، يعني أنت تتنقلين طيلة العام، أخبرينا خلال تنقلاتك بين المصابات ما أكثر ما يؤثر على نفسية السيدات المريضات، وأخبرينا عن مشاهداتك التي قمت بها خلال هذه الفترة. بالنسبة للعمل ديالي، ومن بين الأهداف الأساسية ديال الجمعية هو التوعية والتحسيس عن خطورة هذا المرض، خصوصا إذا كان في المراحل المتأخرة. يعني كنحاولوا نحسسوا النساء بأن لو كان الكشف المبكر يعني كيكون عنده فعالية، كتكون فعالية كبيرة في العلاج، كتكون نسبة الشفاء مرتفعة، وحتى التكلفة العلاجية ديال مرتفعة. وبخصوص المشاكل النفسية اللي كيتعرضوا لها النساء، هو كتعرفي أن مرض السرطان يعني في بداية العلاج ديالو كتفقدي بعض الملامح الأنوثة، يعني سقوط الشعر، تغير في الملامح، صفيرال الواجه، ولكن هذا الشيء كان قديم. حاليا كاينين وسائل أخرى اللي كنستعملوهم باش ما يبقاش يبان ذاك الفرق نهائيا، كنستعملوا الفيروك، كنحاولوا نلعبوا على نفسية المرأة بأن حتى حاجة ما كتغير، وأن المرأة جميلة بقلبها، جميلة بأعمالها، جميلة بحبها للأهل ديالها والحب لأهلها ليها.
كنحاولوا نقولوا للمراه بانك ستبقين جميله رغم سقوط الشعر. حاليا كاينين لي بيروك، كاينين يعني وسائل اللي كنقدروا نحافظوا من الانوثه ديالنا، يعني ما كيتغير حتى حاجه. كاين المكياج، بزاف الاشياء اللي كنحاولوا ندعموا بها النساء. وملي كيشوفوني انا يعني كمريضه سرطان كنحكي بهذه الطريقه وكنقول لهم انا حتى ندست من هذيك المرحله وانني قاومت ومتغيرت حتى حاجه في حياتي، هي فقط فتره علاجيه ودازت بسلام. وجميله بعطاء مريم، يعني وهذا ما فعلتيه انت. ربما الأنثى هناك هذه المظاهر فعلا الخارجية، ليس فقط سقوط الشعر أحيانا والوضع المتعب اصفرار اللون. هناك بعض النساء في بعض البروتوكولات العلاجية يتعرضن لاستئصال كامل للثدي. وربما هنا هذا سؤالي، لاحظت أن شعار مؤسستك هي لنكن من نعطيهم أمل للحياة. هذا الأمل لأي درجة يؤثر على من تعاملتي معهم؟ هذا الجانب النفسي، هذه التقوية وهذه المساندة من امرأة كانت مصابة واستطاعت أن تنجو إلى امرأة أخرى تمر بوقت صعب. هذا الأمل يعني كيلعب دور كبير، غير الإشارة أن ما كاينش غير مريم الحاسمي، كاينين مجموعة من النساء مصابات بسرطان الثدي. كونا واحد المجموعة اسمها المحاربات. هذه المحاربات يعني احنا في مدن مختلفة من المغرب، حاولنا من تجرباتنا، يعني من تجربتنا اننا ندعموا النساء نفسيا، كنحاولوا نديروا لقاءات في مدن مغربيه، كنحاولوا نوصلوا لهم رسائل بان السرطان عمره ما كيكون نهايه الحياه، ما هو الا بدايه حياه، ما هو الا رساله من عند الله سبحانه وتعالى كيبين قوه المراه وشخصيه المراه بانها تقدر تغير ابتداء من ابتلاء، من ابتلاء تقدر تغير الحياه ديالها. وهذا الشيء اللي وقع ليا وقع بزاف النساء، يعني من مرض قدرت انني نولي مؤثره، نقدر نولي انني داعمه لبزاف النساء اللي عمرني ما كنت كنتوقع في يوم من الايام انني غنكون في هذا المرتبه، نكون قويه وبزاف مؤخرا. نعم مريم، لنكن أملهم في الحياة ليس فقط من خلال دعمهم نفسيا، أنتم أيضا تقومون بمبادرات، ربما تحاولون الوصول إلى مجانية العلاج من السرطان، توفير مراكز أكثر وغيرها من النشاطات، أخبرينا عنها أكثر. بالخصوص أنا كنسكن في مدينة أسفي، هذه المدينة لا تتوفر على مركز للعلاج بالأنكولوجيا. يعني كيضطروا النساء في الاقليم او جميع مرضى السرطان كيضطروا الى السفر الى مدينه بعيده تقريبا 150 كيلومتر. يعني كاينه هنا واحد المعاناه اخرى وهي معاناه البحث عن العلاج. الحمد لله حاليا ترافعنا على هذه القضيه، وان شاء الله قريبا غيكونوا مصحات خاصه بالمدينه. كنتمنى يتوفر لنا واحد النقل خاص بمرضى السرطان. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيساهمونا، كنشكر سي عبد الجليل دريوش وهو الكاتب العام تاع الجمعيه على المجهودات اللي كيقوم بها. كنشكر يعني بزاف الفنانه منهم سي مراد البوريقي وسي عزيز الشيبوبي على الدعم ديالهم. كنشكر جمعيه لي زاميدا، كنشكر جميع المحاربات، كنشكر جميع النساء وحتى الرجال اللي كيدعموا مرضى السرطان. نعم، يعني مريم ذكرتي نقطة جدا مهمة، أنه الدعم وهو ما يسمح لمثل هذه الجمعيات بالاستمرار بالتأكيد والتكاتف حوله. هل جميع المنتميات إلى هذه الحركة التي تقومين بها هم من الناجيات أو من المصابات، أم أن هناك أيضا مساندة تأتي من الغير؟ ذكرتي الآن فنانين، ذكرتي الآن مشاهير، ربما نساء ورجال. لأي درجة مهم هذا التكاتف ليعكس ما تريدون أن تصلوا إليه؟ بالفعل الدعم، هذا الدعم كيلعب دور كبير، كيلعب دور كبير لمساندة مرضى السرطان، خصوصا أنه في مدينة لا تتوفر على مركز الإنكولوجيا. يعني الدعم، وحتى عاملين شراكات، حنا قايمين مشاركات مع أطباء، مع مراكز تحاليل، مع فحوص، مع أطباء متخصصين في المجال. يعني كيقوموا حتى بمجانية العلاج، مجانية التحاليل، اللي كنبغي نوجه لهم واحد الشكر كبير، لأنني ما نقدرش نذكر الطبيب ونسى طبيب آخر. يعني أطباء كثار مساهمين في دعم الجمعية المغربية لمرضى السرطان، وعندنا حتى مستثمرين يعني كيعاونونا. كيف ما كتعرفوا أن ما عندناش واحد الدعم كبير اللي نقدروا نعاونوا
جميع مرضى السرطان، ولكن لله الحمد كنقدروا ولو على الاقل حتى ما عاوناهمش ماديا كندعموهم بكل ما اوتينا من القوه نفسيا. يعني والدعم النفسي يلعب دور كبير جدا جدا في علاج المصابات، وما تقومون به رائع. بتمنى فعلا انه كل الاصوات وكل من يستطيع في المغرب ان يتكاتف معكم، وفعلا ان تستطيعوا في يوم من ما تسهيل العلاج للمصابات والوصول الى مجانيه العلاج من السرطان. شكرا جزيلا لحضورك معنا، الناجيه من سرطان الثدي ومؤسسه الجمعيه المغربيه للمصابين بالسرطان مريم حاتمي، تشرفت بمقابلتك.